النهارده 24 ابريل تحديدا بنتكلم 2022، دي بقى الذكرى يعني ال 115 لتأسيس النادي الأهلي. بنتكلم في 115 سنة تاريخ، بطولات، إنجازات. يعني عايز أقول لحضراتكم على مدار السنين الطويلة جدا النادي الأهلي فعلا وفرح قبلينا وهيفرح بعدينا، وأجيال بتسلم أجيال وأجيال ورا أجيال عندها هذا الانتماء وبتورث هذا، يعني زي ما بتقول الشعور بالفخر الموجود عند كل أهلاوي. والسمات اللي موجودة اللي احنا بنقول عليها أنت بتنتمي لهذا النادي، سواء مجلس إدارة سواء لعيبة سواء جماهير، كلنا إلى حد كبير جدا عندنا أو بنشترك في بعض الصفات اللي أعتقد صفات في غاية الاحترام. كل سنة وإحنا جميعا بخير، ودايما النادي الاهلي مفرحنا، ودايما النادي الاهلي يعني بيجيب لنا البطولات والانتصارات، ولسه عندنا كتير جدا، ولسه عندنا امال وعندنا طموحات كبيره جدا. زي ما احنا بنقول بناخد جايزه، بناخد بطوله، وبنبص على اللي بعدها. وهنتكلم بقى طبعا على مدار الحلقه لان عندنا كلام كتير جدا نقوله، وتاسس امتى النادي الاهلي، وازاي ساعد على خروج الانجليز من مصر، وازاي كان ليه دور وطني، وايه اللي حصل بالظبط من 1882 منذ قدوم الانجليز مصر، وازاي اصلا كان النادي الاهلي ابتدى، ومين مسكه في أول سنة وبعدين مشي من الإنجليز وبعد كده تقول يا شخص مصري وطني. يعني كل ده هنتكلم فيه على مدار طبعا الحلقة.